السلام عليكم ورحمة الله. ليديز جنتلمان، مساء الخير. هذه الطوموبيل قاعدين نخدمه في خدمة هكاك برك، لقينا هذه الكابتر تاع الفيل بروكا، هذو اللي فيش راهم يفسدوا، كنا عاودناها ودرنا لها لاغان. اون بليس لقينا هذه الكارثة لحظات قبل الكارثة، هذه الفيش تاع لا بومبا او سيبليمونتير خاويت، اللي عنده موتور 03L ولا 04L، خاصة في 03L، 03L راهي تشعل وتشعل الطوموبيل معاه. حذاري خاوتي، الرونج روفر ثاني وين كاينه لا بومبا او سيبليمونتير الكتريك، فيريفي الفيشه هذه، ماك خاسر والو، يقيسوا الخيوط في بعضهم، تشعل الطوموبيل تشعل لهنا وحده ولا غير طفيناها بالاكستنكتور. ليسونسيال في المراقبه كي تعود تبدل في الفيدونج فيريفيها، اللي يعود راح يبدل لك فيدونج قال شوفها وخلاص، هذا مكان ماك خاسر والو. لقيتها كيما هكا افتحهم سيباريهم وايزوليهم ورجعها كيما كانت وخلاص، لحتى توقع الكارثة. والسلام عليكم ورحمة الله.